معنا الخبز والعظام وعدنا المطعم ومقفول نجوعوا. سيناريو يتكرر في كل موسم دراسي، غياب الوجبات الموجهة للتلاميذ بمطعم ابتدائية بولس عمار بقرية رأس الماء ببلدية عزابة. الأسباب والذرائع دائماً متوفرة، نقص العمال. التلاميذ أيضاً يعانون من مشكل انعدام التدفئة، وهو ما زاد من معاناتهم، وباحتراف مديرة المؤسسة. أولاً، منذ الدخول المدرسي مؤسسة بولس عمار تعاني من الكثير من المشاكل، أهمها وأولها المطعم مغلق بسبب انعدام العمال، بالإضافة إلى ذلك التدفئة. التلاميذ في هذا الفصل البارد يعانيوا من البرد بسبب السرقة. بالرغم من تعليمات السلطات العليا للبلاد والتي تؤكد على توفير الوجبات الساخنة لتلاميذ المدارس والوعود المقدمة من السلطات المحلية لدعم قطاع التربية، إلا أن متمدرسو ابتدائية بولس عمار بقرية رأس الماء ما يزالون يطالبون بهذا الحق البسيط. فإن تلاميذ مدرسة بولس عمار لهم الحق في الإطعام المدرسي كغيرهم من التلاميذ. إذن فإن مشكل عدم تقديم الوجبة بمدرسة بولس عمار خارج عن نطاق مديرية التربية لولاية سكيكدا. طاقم قناة الحياة الجزائرية تنقل إلى مقر بلدية عزابة لنقل انشغالات تلاميذ ابتدائية بولس عمار، وطرح الموضوع على رئيس البلدية، لكن الأخير رفض التصريح وتهجم علينا بكلمات كما هو موضح في الفيديو. كيف ما تعرف تكتب عليا؟ سامحنا. جيلك على موضوع احنا ما كان موضوع مع الصحافه، الصحافه خدم مره صحافه شيء بايك ليش مش نشعش كده فيها. عندي وجبه هدرنا وهدره مره ما نخشش في لعبه الدري انا. ليش هناك على موضوع بدي نفس ما كان موضوع في الصحافه ما خدم الصحافه صحافه موضوع تاعها صح ديره فيها موضوع صح تدير الصحافه تاعك في الحدود تاعك مش نص البلديه تاعك.